السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. كنتمنى يا ربي في هاد الايام المباركه تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. فكما كتشوفوا معايا في هاد الفيديو هذا، يعني عندنا تشكيلات متنوعه في الجلابه المغربيه، اخر ما كاين في الجلابه المغربيه. فغنشارك معكم تشكيلات اللي هي رائعه وراقيه بالنسبة للتنبات، وكذلك بالطرز، وكذلك براندا. فكنتمنى تكملوا الفيديو حتى الأخير، وهاد التشكيلات هادو فهي كتستحق المشاهدة منكم. فكما كتشوفوا معايا هاد التشكيلة هادي اللي كتشوفوا معايا فهي رائعة جدا، كي كتشوفوها معايا فهي بالتنبات وبالطرز كي كتشوفوها معايا، وهي دو بياس فهو اللي دارج هاد السنة هادي. فكما كتشوفوها معايا فهي غزاله ما شاء الله، فاللبس ديالها اللبسه ديالها انيقه، واللوينات تاعهم غزالين ما شاء الله. نمشيو لهاد اللبسه هادي كما كتشوفوها معايا، هاد الجلبه هادي فهي فيها واحد الطريز اللي هو جديد هاد السنه هادي. شوفوا معايا الشكل ديال التنبات كيفاش مخدوم، فهو جاي عريض عند الكتاف وغادي وكيتجمع. وهنا عندنا في الكميمات كذلك كما كتشوفوا معايا واحد الخديمه كي دايره، فهي رائعه عطات واحد الجماليه لهاد الجلبه هادي. نمشيو لهاد الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، كما كتشوفوا معايا القميص ديالو الكول ديالو طالع شي شويه وعطى واحد الجماليه واحد الرقي للجلبه. الخدمه شوفوها معايا فهي غاديه بالعقيدات من الفوق حتى الاسفل بالنسبه للقميص، وكذلك بالنسبه للجلبه اللي عندنا في الفوق، وعندنا اللون في اللون هكا كيعطي واحد الجماليه الجلابه ديالنا كما كتشوفوها معايا. ومشيو هذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، فهي الجلبه ديال العريسات ديالنا، الله يسهل عليهم يا ربي وتيسر لهم الامور. فكما كتشوفوا معايا هذه الجلبه هذه معنا بتنبات، واحد التنبات اللي هو خفيف، ومعنا براندا في اليدين هنايا في الكميمات. وكما كتشوفوها معايا فهي خفيفه ولكن جايه في البيته ديالها راقيه ما شاء الله. ومشيو هذه الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا فهي باللون الاسود والابيض. شوفوا معايا واحد الخديمه هنايا في السدير كي دايره، وشوفوا معايا في اليدين هنايا واحد الخديمه حتى هي، فهي سامبل ولكن انيقه في اللبسه ديالها ما شاء الله. وكما كتشوفوا معايا فهي في صاله مخزنيه وجلابة دو بيس. وكما كتشوفوا معايا هذا الموديل هذا كذلك كما كتشوفوا معايا فهو خدام بخدمة المعلم في السدير، والعقيدات عندنا نص طوق، وكذلك جلابة دو بيس. فلدرجة هاد السنة هذا هو الجلابة دو بيس اكيد. وكما كتشوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي كيجي بواحد الخديمة اللي هي سامبل، واحد نص طوق ديال العقيدات كما كتشوفوه معايا، واللوينات ما شاء الله، وحتى نسق ديال الالوان اللي هو غزال ما شاء الله. وهنا كيبقى عندنا نفس الخديمه تقريبا، غير اختلاف فقط في اللون. شوفوا معايا هذا اللون هذا كيفاش جا في الخدمه، كيفاش جا في اللبسه، زوين غزال ما شاء الله كيحمق. ونشوفوا هذا الموديل هذا كي كيجي بواحد الخدمه حتى هو اللي هي سامبل كما كتشوفوا معايا، فقط بلي سانتور جايه هنايا في الفصاله ديالها، وجايه باللوين بالاسود والابيض جايه كتحمق ما شاء الله. نمشيو هذا الموديل هذا، هذا الخضير هذا اللي كيجي حنين كي كتشوفوه معايا، الخدمه ديالو كي دايره مخدومه بخدمه المعلم. شوفوا معايا الخدمه اللي جايه في الصدر وفي الكميمات ما شاء الله كتحمق، جايه غزاله في اللبسه. وشوفوا معايا هذا الموديل هذا كذلك كيفاش جاي في الخدمه ديالو، في اللبسه كذلك الجلبه كتجي عندنا هنا مخزانيه دو بياس خدمه المعلم. شوفوا معايا اللوين اللي هو غزال ما شاء الله كيحمق.
امشي لصاحبة اللون الاسود. اني سألك يعجبهم اللون الاسود. شوفوا معي هاد اللوين هذا، شوفوا معي الخديمة كيف مخدومة ما شاء الله، واحد الخديمة اللي هي غزالة ما شاء الله. شوفوا معي الجيبة كيفاش مخدومة، كيفاش كتبان، فهي ما شاء الله كتحمق. مشو هاد الجيبة هادي، فكما كتشوفوا معي الموضي مختلف على الاخر. فهنا في هذا الفيديو هذا فيه تشكيلات لي رائعه وانيقه ديال الجلابه المغربيه. هذا الفيديو هذا كيخليكم تعرفوا على اخر مكان في الجلابه المغربيه. فهنا مشو هذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جيب واحد الخدمه اللي هي مختلفه وهي اللي دارجه هاد السنه، هي الخدمه هذه كما كتشوفوها معايا. ونايف كذلك في نفس تقريبا الخدمه، غير هي الشكل ديالها مختلف. شوفوا معايا الخديمه كي دايره، كي كتبان جلابه انيقه في البيته ديالها. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر الخدمه والجلابه كذلك كيفاش ملبوسه، وكذلك الفصاله كيفاش مفصله، كذلك الخدمه ديالها لف الطراز لف الرنده لف هنا كيفاش مخدومه، واش فصاله مخزنيه ولا عاديه ولا ايفازي. هنايا هنايا كما كتشوفوه معايا عندنا واحد الموديل هذا اللي راقي جدا، كتشوفوه معايا. هنا الفيديو كيقربكم اكثر الجلابه كيفاش مخدومه، هنا كتبان غزاله، واحد الجلابه كتحمق ما شاء الله، واحد الخديمه في السدير في الكميمات، وكذلك الطريس ديالها اللي كيجي رقيق في القفطان في القميص ديال الجلابه. وعندنا واحد لاسانتيغلي رقيقه في الجلابه، هي كتجي رائعة وغزالة وأنيقة ما شاء الله. ومشيو هاد الخدمات هادي اللي كاينة ولي دارجة هاد السنة. فهاد الخدمة هي الخدمة المعلم، شوفوا معايا عند الكتيفات. فهنا كتبقى نفس الخدمة فقط الاختلاف في اللون. شوفوا معايا الخدمة اللي جاي عندنا هنا في الصدر، والخدمة اللي عندنا هنا في الكتيفات كذلك. بالنسبه للون الاسود والابيض حتى هو دار جات السنه بكثره. وهنا كذلك كما كتشوفوا معايا باقي الخدمه المعلم هي اللي عندنا هنايا مسطوق. ومشوه الجلبه هذه كذلك فيها خدمه المعلم، شوف معايا الخدمه اللي عندنا في اليدين، وعندنا هنا كريب دو سوا. وجلبه هنا كتجيب فصاله مخزنيه كما كتشوفوها معايا، شوفوا معايا خدمه المعلم، شوفوا معايا كيفاش مخدومه الجلابه وكيفاش كتبان رائعه وغزاله ما شاء الله كتحمق. هنا كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، فكما كتشوفوا معايا هنا الازرق الملكي مع الشيبي كيجيب واحد الجمالية، كتجي جلابة راقية ما شاء الله. باقين معنا هنا نفس الخدمة تقريبا فقط الاختلاف في اللون، باش تعرفوا اكثر على اللوينات اللي كيجوا مع بعضهم. شوفوا معي هاد اللوينات هادو كيجاو غزالين ما شاء الله كيحمقوا. فنخليكم هنا في هاد الفيديو هذا تكملوا باقي التشكيلات ديال الجلابه المغربيه اللي كتجي انيقه، وكتجي في اللبسه ديالها همويه ديال العيد ديال الحضور. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. اعجاب البنات ما تنساوش ديروا لي اعجاب هكا باش تزيد القناه اكثر، راه بيكم كتزيد اكثر، كتزيد تعرف، كتزيد كيعرفوها ناس اخرين بفضلكم نتوما، وكذلك فضل الله هو الاول، عاد بفضلكم نتوما اكيد.